إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من كل قول أو عمل يقرب إلى النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كما نحمد الله عز وجل أن جمعنا مجددا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، ونسأله جل في علاه كما جمعنا هاهنا أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله عز وجل الخالق الرازق المدبر هو أعلم بما يصلح شؤون خلقه في دينهم وفي دنياهم، وإن من هذه الأمور التي تخبطت البشرية فيها لم تجد لها حلا مسألة التركة، ما يخلفه الهالك بعد موته من مال، كيف يقسم، وأي جهة يصرف إليها. من الأمم من جعلت التركة في الولد الأكبر فقط. اقرأوا التاريخ واقرأوا حال الدول والأمم والشعوب في تعاملها مع التركة، مع ما يخلفه الهالك بعد موته. من الأمم من جعلت الميراث في الذكر الأكبر وحرمت غيره. من الأمم من جعلت التركة إلى الدولة. من الأمم من جعلت التركة بالوصية فقط، وإن أوصى بماله لبهيمة أعزكم الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى، تكفل الرب عز وجل في عليائه في قسمة التركة. والعجيب أنك تقرأ القرآن والصلاة أعظم وأشرف، فلا تجد آية تبين أن صلاة الجمعة بهذه الصورة، أو صلاة العصر 4 ركعات، أو المغرب 3، أو العشاء 4، مع العلم أن الصلاة أعظم وأشرف، ومع العلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الله عز وجل أنزل قرآناً يتلى إلى يوم القيامة في شأن قسمة التركة. مطلعها قول ربنا عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وانتبه لكلام الله، ما قالش سيدي ربي يوصيكم الله في الورثة جميعهم، يوصيكم الله في أولادكم. وهنا ملمح جميل، شوف الرحمة ديال سيدي ربي كيوصي. ملي كتسمع شي واحد كيوصي يعني كاينه واحد الرحمة تما، كاينه واحد المحبة، كاينه واحد الحنان منه سبحانه وتعالى على وليداتنا.
كما قصصت عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم رأى امرأة تبحث عن ولدها، فلما رأته ألزقته بصدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بكم من هذه بولدها. دخل هذه لعقلك، الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. وصدر ربك بالآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، شو التفصيل اللي غيجي من بعد؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعد منا فريضة من الله. وركز على هذه فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وعليم بما يحتاجه خلقه، فريضة من الله كما هو الشأن في الأصناف التي تصرف إليهم الزكاة المفروضة. فقال ربنا: إنما الصدقات، بمعنى الزكاة التي افترضها الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. إن الله عز وجل افترض ذلك، فلمن سمع كلاما هنا وهناك بشأن أمر فرضه الله؟ كان بالإمكان أن هذه الأصناف أصحاب الفرائض في الميراث أن يوزع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الله بنفسه تولى قسمة التركة بين أصحاب الفرائض. فلا يأتي اليوم آت من باب ما يسمى العدل، بل من باب ما يسمى المساواة بين الذكر والأنثى. الإسلام أيها الأحبة نأخذه بكليته، الحكمة من جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في الميراث. في الغالب الحكم لا نعلمها، بل نتبع أمر العليم الحكيم، لا ننظر إلى الأمر ولكن ننظر إلى الآمر. وإن كان من أبين الحكم في ذلك فعاتق الرجل يقع عليه من الثقل في أمور الدنيا أكثر من عاتق المرأة. من الذي يخطب ومن الذي يخطب؟ الرجل خاطب يدفع ماله. من الذي يقدم الصداقة والمهر؟ الرجل هو الذي يدفع ذلك. من الملزم بالنفقة؟ الرجل ملزم بها بين يدي الله. من الملزم بالسكنة؟ الرجل. قال ربنا: لينفق ذو سعة من سعته. فقش ربنا لتنفق، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سيدي ربي: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لذلك كاهل الرجل عليه من الثقل المادي بلغة اليوم أكبر مما يقع على كاهل المرأة. هذه من الحكم اللطيفة في هذا الباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن علم المواريث الإرث علم قائم بذاته، علم مش كلام، علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة. هنا الفقهاء قالوا: ثلث العلم الفرائض. العلم، قال عليه الصلاة والسلام: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
لذلك هو علم قائم بذاته. المسألة الثالثة والأخيرة على أن هذا العلم، هذا القسم اللي قسم سيدي ربي وهذه الآيات المحكمات مما لا اجتهاد فيه. العلوم الشرعية كما تعلمون نصيب منها لا اجتهاد فيه، بلا ما تهرس راسك باش تحاول أنك تجتهد في شي حاجة أبدا. ممكن أنك تجتهد في آليات تصريف التركة، في الآليات اللوجستيكية لتصريف التركة ممكن، ولكن القسمة من الله لا اجتهاد فيها. كاين علوم أخرى لا يمكن اجتهاد فيها، ولكن هذا الباب مغلق للاجتهاد فيه، كما هو الشأن في باب العقيدة. هذا الباب من الأمور المحكمة، من الآيات المحكمة التي ينبغي فقط القسمة العادلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أقول قولي واستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الناس، المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، فالله الله في أموالكم، سواء وأنتم أحياء أو بعد مماتكم. بمعنى لا تقدم شيئا أو تؤخر في مالك إلا بعد مشورة أهل العلم. الإنسان في ماله ينظر إليه نظر الحر، يفعل به ما يشاء، يقدر هو حي يكتب الواحد من أولاده ويخلي الآخر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أنحل بعض ولدي. أنحل يعني أن أعطي بعضا من أبنائي مالا، أرض، زراعة، أي شيء حاجة من المال، فلوس، عن طيب خاطر، نمعنى النحلة، كما قال ربنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أعطي المرأة الصداق من خاطرك، من جودك. قال له: يا رسول الله، إني أريد أن أنحل بعض ولدي، نعطي لشي واحد من ولادي ولا جوج شي حاجة من خاطري. شنو قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكل ولدك نحلت؟ واش ولادك كاملين أعطيتهم بحال بحال؟ هذا في حياته. قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. واش النبي أصلا ما يكون شاهد في شي حاجة فيها ظلم؟ ونسمع هنا وهناك فلان كتب لفلان وخلى الاخر، هو وحي. مسألة أخرى: هلك الهالك، مات، أفضى إلى ربه. وإن من أفضل الحلال ذاك الفلوس اللي ورث، قد أقوله أفضلها، من أطيب الحلال. كتجي الأم مثلا وتقف أمام توزيع التركة، إلا كنا غادي نديرو هكا، فلماذا نزلت هذه الآيات وهذا القرآن كله وهذه الأحاديث وعلماء ومتون وعلم حتى نقف أمام توزيع تركة أوجبها الله؟ كيموتوا العمام، كيبقوا ولاد العمام ولاد الخالة، ونزاعات، ويطول الأمر. لذلك الله يجازيكم بخير، قبل ما تدير أي حاجة راه كاين العلم، راه كاين العلماء، كاين مجالس علمية. سقسي: أنا بغيت ندير هذه المسألة، واش مسلكة أمام الله أو ما مسلكاش؟ وإلا قد تسقط في ظلم وأنت لا تدري أنك ظلمت وأنت ما عارفش، من باب أن بعض أولادي ما في حالتوش غنعاون هذا وخلي الآخر. بالله عليك، إلا عندك أولادك صغار جبتي لهذا واحد المسألة والآخر مسألة والثالث جبتي له مسألة أعظم من المسألتين السابقتين، كيفاش ولدك غيشوف لك؟ لذلك الله الله في أموالكم، الله يوسع عليكم من رزقه، والله يبارك لكم. اللي بغى يتصرف في المال ديالو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هالحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، وبغي يعطي غير شي واحد من ولاده شي حاجة صار ظالما. لذلك الإنسان قبل ما يتصرف في المال دياله وهو حي، كاين اللي وصلت به الشبهة عنده بنات يقول لك أنا عندي البنات والعمام ديالهم ما كيصيروناش، وكأن هذا الإرث هذا مرتبط بصلة الرحم. إلى جل عندي البنات إلى متانا غيدخل يورث معاه. الإرث متعلق بالدم بالقرابة، وإلا أنت إلا كنت قاطع لأبيك قاطع رحم مع أبيك فإن مات فلماذا تأخذ ماله بعد موته؟ هذا أمر يتعلق بالدم، تلك تركة. وكتدخل لنا النوايا خصنا نحرم فلان كتب الفلان دير هنا فعل. الله يجازيكم بخير، اللي يبغى يتصرف في المال ديالو راه ماشي من هواه، نحن مستخلفون فيه. ولا تقدم شيئا أو تؤخره حتى تسأل أهل العلم ويطمئن قلبك وتطمئن نفسك إلى ما أنت مقدم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدم الراسخ والجاه العالي ساداتنا مولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا حفظته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمن نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، واحفظ في ولي عاد مولى الحسن وسائر الأسرة الشريفة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.